هكذا كانت الأجواء مميزة بمدرسة الشهيدة البطلة لصيف مبارك في مدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي، بعد عودة التلاميذ إلى أقسامهم، بينما آخرون يلتحقون لأول مرة بمقاعد الدراسة حيث تم استقبالهم بالحلوى، فيما صور أخرى تعكس حنين التلميذ لمعلمته. والأجمل في هذا الدخول المدرسي هو رفع الراية الوطنية الخفاقة للفخر والاعتزاز، ولباس موحد بمظهر يتسم بالتجانس دون فوارق اجتماعية. أنا سعيد بالدخول المدرسي وأتمنى التوفيق للجميع. بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2023-2024 أتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي بمدرسة لصيف مباركة، وشكرا لكل المعلمين. وتحت شعار العقل السليم في الجسم السليم، نظرا لأهمية الرياضة في تنمية الجانب الحس حركي للطفل، وتحت شعار العقل السليم في الجسم السليم، قررت وزارة التربية والتعليم إدراج مادة التربية البدنية كتخصص منفرد في المدرسة الابتدائية لسنة 2023-2024، فهيا لنمارس الرياضة. We are extremely grateful to Mr. Zhu, President of the Republic, to Ministry of Education, that encourage enrich schools with sports. جدير بالذكر أن مدرسة الشهيدة البطلة لصيف مبارك بمدينة عين البيضاء ما فتئت تصنع التميز مع بداية كل عام دراسي، غرس حب الوطن في نفوس التلاميذ وتحفيز الأبناء على التشبث بقيم التربية والتعليم.